قبل ما اروح اتكلم بقى عن بدايه احمد السيد في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وازاي انضم، برضو عايز اخد رايك في بدر بنون. بدر بنون صفقه جديده للنادي الاهلي، مدافع في مركز احمد السيد. شفته ازاي في المباراه الوحيده اللي لعبها كتمام طالع الجيش، والحمد لله يعني كمان نفسيا اول مباراه ليه بتتويج ببطوله، بطوله كاس مصر. بص، هو انا بدر بنون ده انا عارفه من زمان، من قبل حتى متابعه. هو مدافع كويس جدا، من نوعيه المدافعين اللي مش شرسه بس بيقطع بعقله، زي كابتن عماد النحاس كده. في مدافع يعني زي نوال جمعه كده، القوه بتبقى غالبه على اللي انت تقطع بفن. عايز كل يعني تعاملك بشراسه. بدر من المدافعين اللي بيقطعوا بذكاء، هو بيتمركز كويس، ذكي، كورته كويسه جدا. يمكن في الكره الحديثه دلوقتي خلاص ما حدش بيعتمد على قصه ان انت الاثنين المدافعين اللي عندك يبقوا شراسه بس انت، لان اغلبيه المدربين دلوقتي بيبداوا كوره من ورا. خلاص بيبداوا، خلاص ما بي... تحت اي ظرف بيبدا الكره، بيبدا الهجمه من ورا. فانت محتاج نوعيه المدافع اللي زي بدر، زي ايمن اشرف، متولي، ياسر برده كورته كويسه، رامي ربيعه. انت عندك الخمسه اللي عندك، سعد برده كورته كويسه، الخمسه او السته اللي عندك فيهم المواصفات دي. كان مع فايلر كان موفقين جدا في الحته دي، ومع موسيماني واضح ان هو راجل بيحب الكره. فدي كويسه جدا لبدر، كبدايه طبعا كويسه جدا نفسيا ليه هو كويس. هو الانطباع اهم حاجه، الانطباع الاول بالنسبه للمحترف ومع الجمهور كمان. الجمهور طبعا بيفرق. بص، الانطباع ده هو السوشيال ميديا دلوقتي كله عارف كل حاجه. كل لعيب دلوقتي بيخش بعد الماتش بيشوف انطباعات، عارف كل البيجات وعارف كل حاجه، فبيخش يشوف الانطباع. اعتقد الانطباع اللي بدر هيشوفه في الشارع او هيشوفه من جماهير الاهلي هيفرق مع الفتره الجايه. وانا بتفق معاك كمان في حته تحضير الهجمه دي مهمه، خاصه مع موسيماني. بنشوف دلوقتي ان الشناوي بيبدا الهجمه من تحت وده هيساعد.